هاي هاي، انت بتعملي ايه هنا؟ بشرب نسكافيه. بتشرب نسكافيه؟ انت ازاي تتجرأي وتجيلي بيت مراتي؟ على اساس ان ده مش بيتك انت كمان ولا ايه؟ اطلعي بره يا نرمين، اتفضلي. يا سيدي ما تخافش قوي كده، هي مش بايته النهارده عند مامتها ولا ايه؟ بعدين هو ليه البيت كده كئيب قوي والوانه كئيبه وذوقه غريب؟ تخيل ان انا دخلت اعمل نسكافيه ما لقيتش حل على البوتاجاز، هي مش بتاكلك ولا ايه؟ كله دليفري. وانت مالك انت مالكيش فيه؟ انت عرفت ازاي انها بره اصلا؟ اطلعي بره، اتفضلي بره. طيب طيب مش تسالني الاول انت جايه ليه وعايزه ايه؟ في بيني وبينك تليفون يا نرمين، كلميني على التليفون وابعتي كل طلباتك. يلا بقى. لا يا قلبي، اللي بيني وبينك اكبر بكتير من التليفون. انا بيني وبينك عشره عمر وحب قديم وابن. ده نسي يونس ولا ايه؟ ده اعصابه تعبانه قوي، على طول سرحان وبيعيط ومتضايق. انت مش هينفع الزوق معاكي صح؟ هات شنطتك دي لو سمحتي. اي طب بشويش، طب بشويش. اتفضلي يا ابني اتفضلي. ما انا بشويش على فكره. بشويش. والله بشويش. يلا اتفضلي. ازاي كده؟ اتفضلي اتفضلي. ما تقولينيش بالمنظر ده. اتفضلي. طب اتفضلي. ازاي بقيت همجي كده؟ انت ما كنتش كده. اسمعني طيب، عايزه اتكلم معاك. وحياه يونس عايزه اتكلم معاك كده. عايزه ايه؟ انا عايزه اقول لك ان انا زمان كنت عصبيه وغيوره ونكديه وبنكد عليك، بس والله انا خلاص اعصابي هديت خالص وعرفت غلطي. خلصتي؟ لا لسه. هو يعني فيها ايه لو رجعنا لبعض؟ وانا لو عليا الست التانيه اللي على ذمتك دي مش عايزاك تطلقها. انا مش خربت بيوت زيها يعني. انا عارفه ان انت مرتاح معاها وبتحبها وماله، مش عيب. بس انا نفسي يعني لما جينا البيت يبقى عندك اوضه نوم تقعد فيها وترتاح، ونقعد على راحتنا كده، واوقات فراغ نسافر علشان يونس يحس بجو العيله والاستقرار، ويحس ان في ام واب موجودين معاه في البيت. ايه رايك؟ نرمين انت اتجننتي؟ انا مطلقك بالثلاثه. ايوه بس في مرتين فيهم انت كنت عصبي ومجنون وزعقت لي، ودول اكيد ما تحسبوش. انا سالت في دار الاهل. سالت ولا ما سالتيش؟ ما يهمنيش ده. طب الموضوع اتقفل من زمان وخلاص. اسمع اسمع. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.